في اليمن تداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة تتحدث عن بيع أبل لابنته البالغة من العمر 8 سنوات ب200,000 ريال يمني، أي ما يعادل 350 دولار. الموضوع أشعل غضب الناشطين الذين وصفوا ما فعله الأب بعملية إتجار بالبشر. وتصدر اسم الفتاة التي باعها والدها وتدعى ليمون، تصدر قائمة الترندات وانتشر هاشتاج ساعدوا ليمون، انتشر بشكل واسع في التويتر. ناشطون وحقوقيون أطلقوا صرخة استغاثة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ الطفلة، فيما سارع آخرون إلى جمع المبلغ المطلوب تسديده وإعادة الفتاة إلى والدها، وتم توثيق ذلك بسند خطي ومقطع فيديو. نشاهد. احنا عاد نرجع لك البنيه، بس اذا انت عاد فلت له ولا عاد يعني يمكن مره ولا تكرر هذه مره ثانيه، عن جي انا اكلمك بصراحه، عن جي احنا نتكفل بالعيال ما عليك، بس عم بزك السجن، عم نتكفل بالعيال وانت عاد تروح السجن، لانه هذه بنيه يعني حرام انك فلت بنتك، هذه فلذت كبد. هذه البنيه، هذه هي البنيه، ها بز بنتك، بز بنتك لو حتفاك بصير تقبل باك ولا لا؟ كيف حالك يا أمورة؟ كيف حالك؟ هذه ليمونة. ما اسمك؟ ليمون. ها؟ ليمون من؟ ليمون من يا أمورة؟ ليمون. يلا دي لش قعالة. ليمون يا أخي. عودة ليمون إلى والدها وعائلتها لم يبدد قلق الناشطين الذين يخشون خطر بيعها مرة أخرى. ياسر عبد الحق كتب يقول: اليوم رجعت ليمون من عند المشتري أو الزوج، بس لسه تحتاج حماية من والدها، لأن نفس ما باعها أول مرة ما ندري إيش يسوي فيها المرة الثانية. أتمنى يتم إنقاذها من أبوها، ليمون تحتاج حماية وتحتاج وقفتنا عشان نوصل صوتها للمرة الثانية. أما تغريدة سماهر فكانت بورقة يتم البيع والشراء، وبورقة يتم استرجاع ما تم بيعه، وكانت طفلة ليمون سيارة وليست إنسان. مغردون آخرون طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة كل من اشترك بهذا العمل. محمد العمري آخر تغريدة: تخيلوا أنه في أب باع بنته باليمن، وبعد التدخل تم إرجاع البنت لأبوها، طبعا بدون أي إجراء ضد الأب أو المشتري أو حتى الشهود. تخيلوا أنه هذا باليمن، تقولوا هذه أول طفلة أو آخر طفلة يتم بيعها بهذه الطريقة الوحشية؟ هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها الأب والمشتري والشهود.